الروح القدس الإله الواحد آمين. حاجات كتيرة ملهاش حل غير ان الرب نفسه يعلن عن حضوره ويقول كلمة. الراجل ده 38 سنة انا مش عارف هو عي وسنه قد ايه، لكن 38 سنة مطروح على البركة ملوش حل. انتظر ناس كتيرة ان حد منهم يشيله ويحطه في المية عشان يخف ويبرأ، ولكن ما كانش ليه حل. حاجات كتيرة اتقالت في الكتاب المقدس ما كانش ليها حل غير ان الله نفسه يعلن عن حضوره ويقول كلمة ويحل المشكلة. من البداية خالص من اول صفحة في الكتاب المقدس نسمع عن الارض، ان الارض كانت خاربة وخالية وخاوية وعلى وجه الارض ظلمة ملهاش حل. ملهاش حل غير ان روح الله يرف على وجه المياه، وان الله يقول كلمة يقول ليكن نور فكان نور. كلمة خربة وخالية في الترجمة الأصلية متدمرة، كانت الأرض متدمرة. كان لابد أن روح الله يرف على وجه المياه، وأن الله يقول كلمة ليكن نور فكان نور. فحزقيال ربنا ورى حزقيال مكان مدافن وفيه عظام كتيرة، قال له يا ابن الإنسان يا حزقيال أتحيا هذه العظام؟ قال له أنت تعلم أيها السيد الرب. ملهاش حل غير أن الله أنه يعلن عن حضوره وأقول له تنبأ عن الروح أو اطلب الروح. لما قال السيد الرب الكلمة وحزقيال قال كلمة السيد الرب، قال هكذا قال السيد الرب هلما يا روح. نطق حزقيال بكلمة ربنا، فجاه الروح وإذا رعش واللحم كسر العظام ودخلها روح وصارت جيشا عظيما. العظام دي ما كانش ليها حل غير ان الله يعلن عن حضوره بروح القدوس، وانه يؤمر ان العظام دي تحيا. شعب اسرائيل في ارض مصر عاشوا 400 أو 430 سنة في عبودية مرة، ما كانش ليهم حل،
ما كانش فيه حل غير ان السيد الرب نفسه ينزل ويقول نظرت الى مشقة شعبي في ارض مصر ونزلت لأخلصهم وأعطى القوة والسلطان لموسى النبي حتى للعصاه الخشب أعطاها قوة وسلطان. كان لابد أن السيد الرب يتدخل بنفسه ويحل المشكلة ويخرج شعبه من أرض العبودية. مشكلة الخطية والسقوط من البداية للنهاية هي قصة تدخل إلهي وحضور الله في وسطينا في شخص ربنا يسوع ليكون لنا خلاص من الخطية. قصص كتيرة قوي. قصة سارة وإبراهيم وعدم الإنجاب ما كانش ليها حل غير أن السيد الرب يحضر ويقول كلمة. حاجات كتيرة أنتوا عارفينها يمكن تكونوا فاكرينها أكتر مني. في حياتنا الشخصية وفي حياتنا الكنسية وفي حياتنا العائلية هناك أمور مزمنة ليس لها حل غير حضور الله وكلمة منه. غير حضور الله وكلمة منه. أحيان واحد يئن كده يقول يا رب السنين عمالة تمر وأنا زي ما أنا نفس الخطايا ونفس الأثام نفس الاعتراف. أروح لأبونا اللي قلته له الأسبوع اللي فات أقوله له الأسبوع ده. الصبح يجي الليل يجي أسبوع يعدي سنة تعدي وأنا زي ما أنا. فين التغيير اللي في حياتي؟ ملهاش حل غير حضور الله وكلمة منه. حضور الله وكلمة منه. قدرتنا على عمل الخير. أحيانا الواحد يحس إنه لا قادر يتحرك يروح يعمل زيارة خير ولا قادر يمد إيده عشان يقدم خير. مفلوج مشلول شلل. ربما الواحد يحل انه يحس انه في حالة شلل. اقول لك بصراحة مش انت عندك او انت عندك الاحساس ده. انا مشلول مش عارف اعمل حاجة. ملاش حل غير حضور الله وكلمة منه. علاقتنا العائلية ربما في مشاكل مزمنة بين أزواج وزوجات. ربما يكون تدخل كهنة كتير. مفيش حاجة عايزة تتغير. مشاكل هي هي. المتاعب هي هي. ملاش حل. غير إن الله يتدخل ويقول كلمة. خدمة الكنيسة هتفضل الكنيسة عاجزة عن الخدمة وعن الكرازة وعن القيام برسالتها كاملة لغاية ما تدخل السيد الرب ويقول كلمة. علاقات الكنائس مع بعضيها لو تسمعوا عن لجان الوحدة المسكونية ومحاولات الاتحاد بين الكنائس. سمعت أحد الآباء الأساقفة قال اللجنة كانت شغالة بقالها 30 سنة
يعني الحمد لله قربنا على 38 سنة ملهاش حل غير ان السيد الرب يعلن عن حضوره ويقول كلمة. اوعى تكون ان انا زعلتكم دلوقتي اديت لكم صورة سيئة، لكن انا بقول لكم كل شوية بقول ما فيهاش حل، لكن لا، الحل موجود لو الله موجود، لو كلمة الله موجودة. تقول لي طيب كده من الآخر قول لي أعمل إيه؟ أقول لك روح اسأل المفلوج ده قول له أنت عملت إيه؟ عمل إيه المفلوج؟ ما عرفش يعمل حاجة. لا بس هو عمل حاجة واحدة. لو أنت واخد بالك عمل حاجة مهمة جدا. كانت ودانه مصحصحة. الحاجة الحلوة في هذا المفلوج انه يقولك السيد الرب فتح لي اذنا، اعطاه اذن مفتوحة تسمع صوت الرب. افترض جدلا الراجل ده ما كانش بيسمع، او الراجل ده كان مشغول مش بيسمع، وراح السيد الرب ربنا يسوع المسيح وراح لغاية عنده قال له أتريد أن تبرأ؟ الرجل سمع. طب مش سامع هيرد يقول له إيه؟ ولا حاجة. طب الرب يسوع بيقول له قم احمي سريرك وامشي. طب هو مش سامع. طب إيه بقى؟ كان إيه اللي يحصل؟ أنا مش عارف كان إيه اللي يحصل. لكن اللي متأكد منه واللي واضح جدا إن انفتاح اذن هذا الشخص لصوت الرب هو اللي اعطاه انه يتمتع بقوة هذا الصوت، اعطاه يتمتع بقوة هذا الصوت بالسلطان المحمول في هذا الصوت. لان كلمة الرب ما هياش مجرد لفظة. لما تشوف كلمة لوجوس في اليوناني تلاقي ليها معاني كتيرة قوي، ليها قوة. كلمة الرب مش مجرد لفظة، ده بيقول لك بكلمة الرب تشددت السماوات وبروح فيه كل قواتها. الكلمة بتاعت ربنا ادت قوة ان هي تخلي كل الخليقة تنضبط مع بعض وتشتغل مع بعض تتحرك مع بعض بالنظام، كواكب ماشية بنظام، المجرات الكونية ماشية بنظام، طبيعة ماشية بنظام. يقول لك وضع للمياه حدا لا تتعداه. روح اقف كده جنب الاوشن وتشوف الامواج اللي جاية تخبط، تقول سبحان الله المية الموجة تيجي عالية وتخبط وتنزل على ما فيش وترجع. ده مين اللي محوط عليها دي؟ مين اللي حوط؟ يقول لك هات المية بتغمر الارض كلها، وربنا قال للمية لا انت شوية دول تجوا هنا تعملوا الاوشن ده محيط ده، وشوية دول تجوا. كلمة ربنا قوة قوة، وتلاقيها واضحة قوي في حياة الرب يسوع على الأرض. أما يقف في المركب والدنيا هايجة، كلمة يقول للريح اهدأ اهدأ. لما يقول للريح اهدأ ده معناه انه طلع قوة ضبطت هذا الريح، ضبطت هذا الهيجان. لما يروح لشجرة التين يقول لا يكون فيك ثمر تروح الشجرة نازلة تحت، في قوة اشتغلت. لما يروح للعازر يقول له العازر هلم خارجا، في قوة قوة قيامة مع الصوت ده، قوة قيامة.
والنهاردة مع المفلوج ده يقول له قم احمل سريرك وامشي، قم احمل سريرك وامشي. على ما قال له قم احمل سريرك وامشي، كلمة دخلت، من مجرد انها دخلت من ودنه، كلمة دخلت في ودنه، دخلت في كيانه كله، اشتغلت في جسمه كله، ادت قوة للجسم كله، قومت الجسم كله، بقى في قدرة. 1.38 ده اللي بيعمل عملية في مستشفى يقعد 3-4 ليالي على السرير. الدكاترة عرفوا طبعا الموضوع ده أكتر مني، عشان يقوموه كأنهم بيقوموا جبل، جبل من على السرير، ويبقى عايز فيزيكال سيرابي وما عرفش عشان يخلوه يعرف يمشي. بس ده 38 سنة رائد، مجرد الكلمة تدخل في ودنه وتدخل في كيانه تروح مقومه. ومش بس قومته، ده قومته وغيرته، مش بس قومته وغيرته، ده قومته وغيرته وغيرت الواقع اللي حواليه كله. يا تخيل واحد مفلوج ملوش قيمة في الدنيا، سامحوني يعني ملوش معنى، خلاص هو ده منتهي. هتقول لي يا فلان عندك خدمة في الهيكل، يقول لك أنا مفلوج. خدمة إيه؟ يا فلان تروح تخدم فلان، يقول لك أنا مفلوج. يا فلان تشوف مراتك ولا بيتك، يقول لك أنا مفلوج. يا فلان تخلف عيال، يقول لك أنا مفلوج. ملوش معنى في الدنيا. هتشتغل، أنا مفلوج. ملوش أي قيمة. ولكن هذا الشخص المفلوج سمع الكلمة، صارت قوة عاملة في كيانه الشخصي، وقوة مغيرة لي. عمال يتكلم مع اليهود وكل قوة وانتصار وفخر، يقول لهم انت شايل شيله يوم السبت، قال لهم اللي قومني قال لي شيل، معناه اللي قومني عنده سلطان اكتر، هو رب السبت الوحيد اللي ليه سلطان اكتر من سلطانكم. تم انا كنت قدامكم 38 سنة عملتوا معايا ايه؟ بالتقاليد بتاعكم والطقوس بتاعكم والرياء بتاعكم. لكن ده قال لي كلمة، قال لي اقوم. طب بعد ما قال لي قوم وقمت، يقول لي شير سريرك، قال له لا ما شيرش سرير، النهاردة السبت. قوة في المواجهة. وانا متخيل ان الرجل ده النهاردة بالنسبة له عيد، يعني بصراحة قام يتنطط وفرحان وراح يخبط على البيوت، يخبط على البيوت. اعرف واحد كان عنده مشكلة، مكانش بيعرف يتكلم، وقعد يصلي سنين طويلة ويقول له رب انا اخدمك في بيتك ويا عدرا تدخلي اطلبي من اجلي. ولما حصل ان ربنا اداله نعمة في رؤية بالليل وربنا عمل له معجزة، وشوفي لما صاحي من النوم لقى نفسه بيتكلم، بقاش مصدق نفسه، طلع جري على الصحراء على الدير عشان يصرخ في الصحراء ويشوف هو انا فعلا بتكلم ولا مش بتكلم ازاي. وبقى ماشي في السكة يصرخ عشان مش مصدق ودنه ان هو بيتكلم، وراح عند الرهبان اللي عارفهم يقول لهم اللي حصل ده ايه، ورجع بقى يعدي على حبايبه ويكلم حبايبه مش مصدقين وهو مش مصدق. انا متصور الراجل ده، دي مشكلته اعوص، 38 سنة عمل عيد، عمل عيد. طب عشان ما طورش، طب هو ايه المطلوب يا ابونا؟
قالك ما المطلوب ما قلناه، هي عايزة ايه؟ حد كده يكون لقط الفكرة، عايزة ايه؟ الله موجود، صوت الله موجود، عايزة ايه؟ مودن مفتوح، عايزة من له أذنان للسمع فليسمع، من له أذنان للسمع فليسمع. ببساطة أحبائي، احنا عندنا كلمة الله في الكتاب المقدس. انا عايزك تعمل حاجة، وعايزك تعمل حاجة في منتهى البساطة، ادي وقت لقراية الانجيل، ادي وقت كبير. اعرف واحد في فترة من حياته كان يقعد يعرف الانجيل بالسبع ساعات بالعشر ساعات، وغير كتير قوي. ادي وقت، خلي كلمة الله تسكن فيك بغنى، لتسكن فيكم كلمة الرب بغنى. ادي وقت الانجيل. يعني انت جيت النهاردة، الاسبوع اللي فات كم ساعة قريت في الانجيل، سمعت الانجيل كم ساعة؟ كم ساعة؟ ده الراجل سمع صوت المسيح قال له قم احمل سريرك وامشي، خدك كم دقيقة؟ مفيش، كملتش دقيقة. مجرد ان قبل الصوت ده وصدقه وخده بإيمان، راح مغير له الدنيا كلها رأسا على عقب، او عقبا على رأس، لانها كانت مقلوبة غلط فصلحها له، مش كده؟ ما كملتش دقيقة. الكلمة كلمة مقروءة في الكتاب المقدس، ناخدها لحياتنا بإيمان. والكلمة كلمة متجسدة، هو شخص الرب يسوع، نتحد به في سر الأفخارستية. يعني انت عندك مستويين لقبول كلمة الله، عندك قبول كلمة الله بمعنى انك انت تقرأ الانجيل وتقبل كلمة الانجيل وتاخدها ليك وتتمسك بمواعيد الله وتسمع صوت الله، وعندك كلمة الله المتجسد الرب يسوع انك تتحد بيه في سر التناول المقدس في الأفخارستية. الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ والكأس التي نتناولها ليست هي شركة دم المسيح؟ شوف الرجل ده سمع كلمة من المسيح وتغيرت كل أموره. انت النهاردة مش جاي بس تسمع كلمة، انت جاي تتحد بالكلمة، انت جاي تتحد بشخص المسيح نفسه. فيه كانت الحياة، الحياة اللي في شخص الرب المتجسد هي ليك النهاردة. وفي كل مرة انت بتتناول بتاخد هذه الحياة. القيامة اللي قام المسيح هي قيامة ليك، واتحادك بالمسيح هو قيامة ليك. أقامنا معه، أجلسنا معه في السماويات. هو ليه الكلام ده بنبقى سواعي لنسمعه لكن مش حاسينه؟ ليه احنا يمكن مش حاسين؟ ليه يمكن البعض مش حاسس بالكلام ده او بقوة الكلام ده؟ محتاج يا رب تدخل منك، اعلان عن حضورك.
إعلان عن حضورك. أنا المفروض بدل ما كنت أوعظ النهاردة أو أقول أي حاجة، كان المفروض وقفت أنا وأنتو ونصلي ونقول له محتاجين حضورك، محتاجين إعلان حضورك. أصل إحنا بنقولها بلساننا وبنقولها بعقلنا، وعمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن، لكن محتاجين إنها تبقى واقع إحنا عايشينه، واقع إحنا حاسينه. أنا محتاجة يا رب النهاردة في وسط الكنيسة إنك تعلن عن حضورك، وإنك تفتح أذن كل واحد عشان يقبل كلمتك ويقبل عملك ويقبل تدخلك في حياته. ده اللي حل مشكلة المفلوج، حضور الرب وكلمة منه. أنا عايزكم في القداس ده بنعمة ربنا ركز على طلبة واحدة، قول يا رب محتاج حضورك في حياتي ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. قول له محتاج حضورك، وده هيغير كل حاجة. قل له محتاج حضورك، قولي له محتاج حضورك في حياتي. قل له افتح ودني يا رب عشان بسمعش أصوات العالم، أسمع صوتك أنت عشان أقبل كلمتك اللي هي تغير حياتي وتغير داخلي. صعبة دي نقدر نصلي من أجلها ولا سهلة؟ سهلة، ها؟ طلبة بسيطة خالص، قل له محتاج حضورك. أبونا يقول الرب مع جماعكم، معناها أبونا بيصلي لك إن ربنا يبقى معاك، معناها إنه أبونا بيصلي لك بيقول لك ربنا يعلن عن حضوره معاك، يعلن عن حضوره فيك ومعاك. أنا محتاج حضورك يا رب هنا في وسط الكنيسة، ومحتاج حضورك في قلب كل واحد فينا وقلب كل واحدة فينا. محتاج حضورك يا ربي في مشاكل العائلات، محتاج حضورك في مشاكل الكنائس مع بعضيها، محتاج حضورك في كل ظروف حياتنا. اطلبوا حضور الله واطلبوا يعطيكوا قلب يسمع ويقبل ويتغير بكلمة الله. له كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين.